وبالخضار، عندنا كيس لسان عصفور، طبق مشروم مكعبات، بصلة متقطعة مكعبات صغيرة، كوباية فلفل رومي برضو مكعبات صغيرة، جزرتين نفس المكعبات، معلقة كبيرة من الثوم المفروم ومرقة، ومعلقة صغيرة من البابريكا، رشة من جوزة الطيب وملح وفلفل أسود. كل المكونات دي قابلة للتغيير. الفلفل الألوان ممكن يبقى فلفل رومي، الجزر ممكن يتشال، ممكن نضيف كرفس، ممكن نشيل المشروم، ممكن نزود طماطم. عيشوا حياتكم بقى براحتكم، ممكن تضيفوا بسلة بالجزر، وخدوا الفكرة نفذوها بقى بالخضار اللي انتوا بتحبوه. وتعالوا بالمرة نقول مقادير اللحمة عشان احنا هنشتغل الاتنين مع بعض، فنبقى قلنا الاتنين واديناهم وقتهم. ننزل بس نخلي مقادير الأرز وتاخد وقتها، ولحد ما مقادير الأرز تاخد وقتها أنا هعمل إيه؟ هاخد شوية زيت أحطهم في الطاسة بتاعته تسخن، ممكن زبدة كمان، أنا هاخد حتة زبدة من بتاعة اللحمة. ما تدخلي لي بولة زبدة كده يا نور. هاخد حتة زبدة حتة مكعب كده صغير مع الزيت، هنحمر فيه لسان العصفور، فانا هاخد لسان العصفور وهنزله معاهم. هسيبه يتحمر وابدا اضيف الخضار. طيب لحد ما لسان العصفور الوجه بتاعته تسخن ويتحمر، تعالوا نشوف اللحمه مقاديرها ايه. اللحمه يا جماعه هنحتاج لها كيلو لحمه متقطعه مكعبات صغيره، عندنا راس توم فصوص، عندنا عود روزماري فريش او طازه، ممكن نستغنى عن الروزماري وممكن نستخدم المجفف، عندنا مرقه وزبده وزيت نباتي، ورقتين من اللورا، وفصين من الحبهان، ورشه من جوزه الطيب، وملح وفلفل اسود. هنعتمد على كل ما هو صحيح في تنكيه اللحمه دي، مش هنحط لها توابل مطحونه، فهيبقى فيه هنت كده من الطعم لذيذ جدا من غير ما يبقى فيه توابل مغرقه اللحمه ومداريه على نكهتها وطعمها. و هنبدا شغل بقى على طول، ممكن في الفاصل على فكره، مش مستعجلين عليها. يلا بينا. لسان العصفور على النار، هقلب انا بحب دايما اديله تشويحه سريعه، مش عايزاه يلون قوي بصراحه، بس عايزه اديله تشويحه سريعه كده، وممكن حتى وهو بيتشوح كده اديله البصل كمان يتشوح معاه، خلوه بس يبدا يسخن ونقوم منزلين عليه البصل على طول. فكده ايه هنا تمام. طيب نجهز الووك بتاعه اللحمه، بان احنا برضو هنحط شويه من الزيت صغيرين، وهنحط مكعب من الزبده. وهجيب اللحمه، عايزه كده ايه انزلها بالهداوه، مش دلق عشان هي ساقعه شويه، وانا مش عايزه ابرد الطاسه، فهبدا انزل واحده واحده كده. اللحمه بتاعتنا ملبسه شويه، طبعا اللي بيحب لحمه حمراء يعمل كده مفيش مشكله، كان الملبسه طبعا بتبقى احلى. كله كده عمال ينزل اهو بالراحه خالص. بالراحة ليه؟ عشان ما ننزلش مية اللحمة. زي الفل. هاجي دلوقتي على اللحمة كده من غير تقليب بقى، ما نقعدش ايه نعمل فيها حاجات كتير. هاخد فصوص الثوم وعود الروزماري واللورا
هحط كل ده كده ايه معاها، يبدأ يطلع ريحته وطعمه لحد ما نقلب. ونيجي هنا نبص على لسان العصفور اخباره ايه. لسان العصفور بدأ ياخد لون ذهبي خفيف خالص، وانا مش عايزة اكتر من كده الحقيقة. اول ما ده يحصل هنقوم جايبين البصل والثوم. ادي البصل طبق صاحي 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 هنروح. استنى نشيلها دي. على رأيك. وادي الجزر تقليبة. تقليبة حلوة كده. وتمام جدا. زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد المشروم والفلفل والثوم. انا عايزه احط الثوم اول حاجه، هحط بعد كده المشروم. وهنقلب كل ده مع بعضه. والريحة ظهرت، ريحة الثوم على طول بتظهر. اللحمه بقى هنا عايزين ايه؟ نديها برضو تقليبه. خلوني اجيب لها سباتشولا. وهندي بقى تقليبه واحنا مطمنين. طبعا خدت لون، مفيش اي ميه نزلت، وريحه الثوم والروزماري ظهرت على طول. هاجي هنا على الارزو وهضيف الفلفل. هقلب بالمرة بقى، نضيف التوابل، فلفل اسود، رشة من جوزة الطيب مش هتقول لأ، وهحط البابريكا. وطبعا ملح. هنقلب كل ده مع بعضه ونبقى كده جاهزين عشان نبدأ نسقي بالمرقة نسوي لسان العصفور. تقليبة التوابل مهمة جدا عشان هتخلي التوابل تمسك على لسان العصفور كده وتغلفه، بالذات البابريكا وريحتها هتطلع وهتبقى حاجة آخر حلاوة. قلبوا بس كويس جدا واطمنوا ان كل التوابل غلفت لسان العصفور. بس زي الفل. الدور دلوقتي على ايه؟ على الميه او المرقه. هنسقي ميه ممكن، لكن طبعا هناخد طعم احلى بكتير جدا لو سقينا بالمرقه. مرقه لحمه، مرقه خضار، مرقه فراخ، كله هيدينا نتيجه ممتازه. وهاجي واسقي بالمرقه واسيب لسان العصفور يستوي زيه زي اي مكرونه في المرقه بتاعتها وفي الخضار وفي التوابل، وهيطلع طعمه عظمه.
وده كده لسان العصفور جاهز. اللحمه بقى بعد ما اتشوحت هنا بصوا واخدت اللون اللي انا عايزاه، عايزه دلوقتي ابدا اضيف لها ميه او مرقه، الاثنين هينفعوا والاثنين هيدونا طعم رائع. لاحظوا انا ما حطيتش لحد دلوقتي لا ملح ولا فلفل، فانا عايزه مش هحط ملح اصلا دلوقتي خالص، هحط بس رشه من الفلفل. وهقلب وهاجي واسقي بالمرقه حبه صغيره كده، والله شربتها اللحمه هضيف لها مرقه تاني لحد ما تكمل سواها وتبقى دايبه وكلها صوص يجنن. ولسان العصفور هنا برضو زي الفل بيغلي وهيستوي ولا حاجه، سريع جدا. ارزو او لسان العصفور على وشك انه يستوي، انا حاسه انه محتاج شويه ميه كمان فهزود له. طيب ليه بزود له؟ عشان انا بحبه صوصي كده ومليان طري مش ناشف، بيبقى احلى كتير. هقلب وانا مهديه عليه النار وسايباه بقى يستوي على البخار كده على نار هاديه ويروق على نفسه بالهدوه خالص. عايزه ادوق الملح اتاكد هو مظبوط ولا لا، واللحمه هنا هدوق اللحمه الملح بعد شويه. اللحمه هنا شربت كل المرقه اللي انا حطيتها وحطيت لها مرقه تاني، فبقت دلوقتي ايه بتكمل سوا في المرقه، والثوم قاعد طبعا يطلع طعم والروزماري واللورا وكل حاجه من غير ما نحط توابل عنيفه تداري على طعم اللحمه. دي طريقه جميله جدا لتسويه اللحمه وبتطلع نتائج ممتازه. شوف الارز واخباره ايه، شكله تحفه. انت عايز ملح؟ لا مش حاساك عايز ملح. لا مش عايز، حلو قوي. طعمه يجنن. عايزه اقول لكم ما بعمله في البيت بقى، بحط معاه شويه اوراق سبانخ طازه تدوب كده وسطه في الاخر بقى تحفه. هسيبه على نار هاديه على البخار لاخر لحظه، ولو جيت هنا هبص على اللحمه هلاقيها شربت شويه الميه او المرقه التانيين اللي سقيت بيهم، فهحط تاني. والمره دي بقى هوطي النار مش هسيبها عاليه عشان اللحمه دي تفضل بتستوي بالراحه في المرقه وعماله تشرب من طعمها، بيخلي طعم اللحمه جميله جدا ودايبه جدا. لسان العصفور من على النار هو شرب خلاص المرقه بتاعته وبقى جميل جدا ولذيذ جدا، فانا سايباه كده ايه اهو يهدى عشان نبدا نقدمه. بفكركم ان اللحمه كل شويه زود لها مرقه على النار انا، فتبقى كده ايه جوسي وجميله وبتدوب في البق، طريقه حلوه قوي. وعايزه اقول لكم انها يعني مع شويه ملوخيه كده ورز بالشعريه، شكرا، اكله جميله جدا. نفس الطريقه ممكن نعملها للفراخ عادي، نفس الطريقه ممكن نعملها للكبده، في جميع الاحوال هتدينا طعم جميل جدا. تديله تقليبه كده، هو بيبقى ستيكي شويه عشان احنا مسويينه في مرقته كده زي ما هو، وده من احلى الحاجات فيه. اللي عايز يخليه مفلفل يحمره جامد، يعني يديله تحميره كامله مش تقليبه سريعه زي ما انا عملت، لا يحمره ويخلي لونه يبقى دهبي زي ما نكون بنعمل طاجن لسان عصفور، هيبقى ايه محمر معاه جميل. هننزل لسان العصفور، في عندنا حته ملسوعه هنشيلها دلوقتي، بس حته صغيره اهي، بس نشيل القشره الملسوعه دي. ليه بتحبها؟ اه ما انا عندي اخت زيك كده تقعد تدور على المحروق ده تاكله. ايوه بالظبط. بس كده، يلا سايبه لك حته ملسوعه في الوك اهو احجزها لك. يلا ونفرد كده طبق جانبي جميل جدا جنب مشاوي، جنب لحمه محمره، جنب فراخ بيكاتا مشوحه، جنب سمك فيليه، في جميع الاحوال يبقى لذيذ جدا جدا جدا. وادي اهو جهز معانا وبقى زي اللحمه اللي انا سايباها على نار هاديه كده تستوي في بهارزها، دي بقت ايه دايبه وجميله. هاخدها زي ما هي كده هحطها على وش لسان العصفور بكل الجوس والعصاره بتاعتها. انا ما بشيلش الثوم للامانه، يعني بشيل بس عود الروزماري وورق اللورا، لكن الثوم بيبقى
عايزه اقول لكم يعني احلى من اللحمه. وكده نبقى خلصنا وصفات النهارده، وصفتين جمعناهم في طبق تقديم واحد، اللحمه تتحط على وش لسان العصفور تبقى بالمنظر الجميل ده.